اكو بعض الناس وبعض الاعلاميين وبعض الصحفيين وبعض اهل البيجات وبعض المقدمين برامج ايضا. فانت احنا اليوم مسؤوليه بلد، مسؤوليه 43 مليون نسمه. فانت ليش تطلع تخالف القانون والنطاق والجمهور؟ خارج كله، شغلكم كله خارج الجمهور، ولا اريدكم الجمهور. المهم فانت من تطلع تجيب لك 3-4 وتجي وتسيء للمنتخب وتسقط كاساس وتسقط فلان لاعب وتسقط ذاك، فانت اوصل للوصله وانه بطلع احكي عليهم. فهاي رساله للجمهور، فاي انسان تشوفه هيك مسيء للمنتخب واي لاعب حتى لو ما يؤدي ما لك دخل بيه، اكو كادر فني واكو رئيس اتحاد واكو كادر اداري واكو مدرب واكو كل شيء، فانت ليش تتدخل انت؟ اكو كبار يتدخلون بهذا الموضوع، احنا تلاميذ عندهم، احنا تلميذ لهم وافتخر، لان الاتحاد جاي يعمل وجاي يطور تطوير مو طبيعي للكره العراقيه. انت هسه ابسط مثال ابسط لك، احنا كان تصنيفنا قبل سنه ونص تصنيفنا كان 125 عالميا وياي، فهسه حاليا تصنيفنا وين صار؟ 55 عالميا. ايش قد فرق؟ ايش قد فرق؟ صار لك 14 سنه يلعبون يلعبون عليك لعب، لا ادوا لا وصلوا لا جابوا لا حطوا. هسه الحمد لله رئيس الاتحاد جاي يعمل لتاسيس كره عراقيه تستحق تنافس اليابان، تنافس كوريا، تنافس استراليا، تنافس ايران وتصير الاول عليهم، ليش لا؟ بلاد يعني انا اقول لك عندك مواهب، عندك لاعبين محترفين وعندك لاعبين محليين ما شاء الله، وجاي الدوري العراقي جاي يتطور مثل ما كل نادي هسه بي 7-8-9 محترفين. لذلك شنو؟ يدل على نجاح الكره العراقيه. فانت ما له داعي تجي وتطبب لك اعلاميين وتسقط. فابتعدوا عنهم جمهورنا العزيز، لا تنطي لايك ولا تنطي متابعه ولا تنطي مشاهده، انطي غير مهتم. اي انا اقول لك اياها، فاذا انا ما شاهده وانت ما شاهده وفلان ما شاهده بعد منو يصعده؟ منو يصعده؟ سكر قناته والله محمد وعلي هاي يتابع. بس انتم عوفوا هاي السلبيات، سولفوا بالايجابيات، وعدنا مهله بلد. وكرر وعيد، البصره جاي تتعب، تتعب بجمهوره وكل العراق جاي يتعب. البصره انا اقول لك شلون جاي تتعب، امنها. وقوات الامنيه جاي واقفه برجليها 24 ساعه ما نازلين حتى لاهلهم، على مود ايش؟ على مود نجاحك انت، وعلى مود انت يرفع شعار الله اكبر قدام منتخبات العالم بالكامل.